كالفاتحين دخل العميل زياد الحمصي إلى سعد نايل التي استقبلته بالمفرقعات والأرز في سيارة مكشوفة ومزينة بالزهور. عاد المحكوم بالعمالة إلى بلدته البقاعية، على الأكتاف حمل رئيس البلدية العائد من السجن بعد أن أمضى 3 سنوات خلف القضبان بتهمة التعامل مع إسرائيل. مرتاحا بلباسه الرياضي، مشبها نفسه برأفت الهجان، وبنبرة واثقة خطب الحمصي في جماهيره، ثقة عززها وقوف محاميه الوزير نقولة فتوش إلى يساره. وإنك يا سيد حسن نصر الله صدقت ذلك. 3 سنوات من الظلم والكذب والإعلام السافل. قبل أن تولد أمهاتهم أنا مناضل كنت وسأبقى. الحمد لله أن زياد قد عاد إلينا. يا سعد نايل، يا مقلع الرجولة والبطولة والقومية، ها هو تاريخك. لم تقف ثقة زياد الحمصي الزائدة عند هذا الحد، فهو قرر الانتقام من الإعلام الذي أزعجه، فأرسل مجموعة من أقربائه لضرب الزميل في جريدة الأخبار عفيف دياب فيما كان يتواجد في أحد مقاهي شتورة. دياب كان قد تلقى تهديدات من الحمصي قبل أن يخرج من السجن، ذلك على خلفية مقالات كتبها، لكن ما دفع برجال الحمصي إلى الاعتداء على عفيف كانت مقالة ما بعد الإفراج، والتي حملت عنوان إلى زياد الحمصي أنت خائن. وفجأة بفوتوا شباب، 3 بقيوا برا و2 فاتوا لجوا، وفورا ببلشوا بيعتدوا علينا بالضرب على خلفية المقال اللي نزل اليوم عن زياد الحمصي بجريدة الأخبار. فيبدو هذا المقال عامل شوية إزعاج لزياد الحمصي وجماعته، وبالتالي فاتوا عملوا عملية الاعتداء وظلوا مفلين. بالتأكيد رحت على مخفر شتورة لأقدم دعوة، وبالمخفر قيل لي أنه لازم تطلع على قصر العدل بزحلة. طلعنا على قصر العدل بزحلة، لقيناه مسكر، ما في حدا، لا القاضي موجود ولا النائب العام موجود ولا شيء. رجعنا على المخفر، رفض المخفر يفتح لنا محضر وتقديم شكوى لنهار التنين. دياب المصاب بردود في وجهه وعنقه دعا اللبنانيين للتصدي للأحكام القضائية التي تبرئ العملاء.